ايضا يعني اليوم اذا تتحدث عن الدوله في فتح هذا الملف، ملف المزورين والمزدوجين ابو احمد، هو له تبعات. نعم. يعني لازم تكون الدوله دارسه كل التبعات. طيب يعني مفروض. حتى اليوم مثلا اذا كان عندك عدد كبير مثلا لنفترض نعم. من المزورين، شلون تتعامل معاهم؟ نعم. هل تخليهم يعني كويتي موقوف؟ هل تخليه بدون؟ شلون تتعامل مع هذا العدد؟ لازم يكون ايضا للدوله في رؤيه في التعامل مع هؤلاء المزورين. نعم. نعم. يعني في آلية معينة، وبعدين يجب أن نفرق، هناك مزور وهناك مزدوج. المزدوج يخير، المزوج يخير بين الجنسية والجنسية الثانية، حتى يعني لأننا احنا محتاجين أن تكاتف وتراف، لأن عملية الآن عملية الوحدة الوطنية مهمة. صحيح. يعني اليوم نشوف يعني أيضا لإثارة هذا الموضوع أبو أحمد، يعني في السوشيال ميديا هناك إثارة الموضوع بشكل كبير، واليوم نشوف أمور كثيرة قاعد يعني يتم الكلام فيها، في نقول في بعض التغريدات، في بعض السبيسات، في بعض الأمور. رأيك في هذه المسألة والتعامل في هذا الأمر تحديدا وفي هذه القضية؟ والله أنا أتمنى يعني من الأخ الفاضل وزير الداخلية أن يكون له دور، يعني خاصة اللي قاعد نشوفه في وسائل الإعلام المختلفة. عملية ضرب الوحدة الوطنية أمر مرفوض نهائيا. نعم. وبالتالي أتمنى وزير الداخلية مثل ما نجح في الأعياد الوطنية في عملية ضبط النظام، فبالتالي عملية اليوم القذف والسب والطعن في والتناحر وكذا. وأنا يعني خاصة ساعة يعني قريت كذا تغريدة قبل لا أدش معاك. يعني كلهم كل الحب والتقدير، يعني قبيلة العجمان يعني قبيلة معروفة وكذا. فأتمنى أن وزير الداخلية يكون أيضا حازم في التعامل مع من يحاول أن يشق الوحدة الوطنية. نعم.